لا هي صدمة، صدمة أولا يعني كما قلت لي الراعي الأول للمجلس الأعلى وهو إيران التي اهتمت بالمجلس الأعلى ككيان إطار جامع شامل لكل الحركات الإسلامية. وأنت تعرف إلى يعني في إيران حتى حزب الدعوة كان هو جزء أو أحد الأطراف الفاعلة في داخل المجلس الأعلى، لا يوجد حزب إسلامي شيعي في المعارضة آنذاك لم يكن تحت خيمة وإطار المجلس الأعلى. وصدمة كذلك لكلا الطرفين، لتيار السيد عمار الحكيم ول يعني شيوخ ما اسميتهم انت شيوخ المجلس الاعلى، استعادوا الان. عندي معلومات ان هناك يعني الايام الماضيه كان هناك لقاءات وكان هناك تدخلات وحد كبير جدا من داخل العراق ومن خارج العراق في ان ياخذوا دورهم، اجتمعوهم. طبعا في البدايه كان الحديث امس عن انتخاب امين عام كما سمعت انت، لكن اليوم صدر البيان بانتخاب رئيس المفردة، انتقال المفردة من أمين عام إلى رئيس. هو سؤالي هنا، هل هي ردة فعل أولية هذا التجمع وانتخاب رئيس وإكمال الهيكل، هل هو ردة فعل مؤقتة أم نتوقع أن المجلس الأعلى يعود ك يعني ككتلة سياسية أو كحزب سياسي مؤثر بالساحة؟ يعني إذا حلت إشكالية وحدة، طبيعة هذا إذا تسمح لي أوضح هذه الموضوع، هي هذه طبيعة تشكيل قيادة المجلس الأعلى، خلقت مشاكل من زمان منذ أيام الشهيد السيد محمد باقر الحكيم. أنا عشت أيام المعارضة ولو متأخرا من 92 كنت موجود في إيران، وكنت أسمع من القدماء جدا اللي هم الآن زملائي وأصدقائي وبعضهم في مناصب متنفذة ما كان يحصل بال 85 86 87 منذ بدايات تأسيس المجلس الأعلى. هو المجلس تشكيلته على أن تكون فيه رؤوس، هذه الرؤوس كلهم شخصيات كلهم مرتبطين ولديهم اتصالات بالشخصيات فاعلة في إيران، لما يزعل واحد يحاول أن يحرض ضد الآخر، هاي التركيبة ما راح تنجح، وبالنهاية هي التي قادت في الترتيب الأخير إلى خروج السيد عمار الحكيم.